اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه السلام عليكم اعزائي المشاهدين اليوم كذلك في دروس التطبيقات وخاصه الان نتكلم عن التطبيقات الاسلاميه جئنا اليكم الان بتطبيق اسلامي اسمه قصص الانبياء ها هو فيه مجموعه من من العناوين الرئيسيه الترتيب الزمني الترتيب الابجدي المعجزات الانبياء الشيخ طارق سويدان تطبيق جميل مختصر هذه هذه هذا هو الترتيب الزمني الترتيب الابجدي الترتيب الزمني يعني حسب النبي أو الرسول الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى آخر رسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ها هو في الأخير محمد صلى الله عليه وسلم الترتيب الأبجدي حسب ترتيب الحرف الأول لكل نبي أو رسول هنا عندنا معجزة الأنبياء معجزة سيدنا آدم عليه السلام معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هنا الشيخ طارق السويدان هكذا قصص الانبياء هنا ناخذ الترتيب الزمني نبدا بادريس عليه السلام او ادم عليه السلام اول الانبياء هو ادم عليه السلام ندخل هنا عندنا ثلاث اختيارات اما اقرا القصه او شاهد الفيديو للقصة او استمع اليها استمع بصيغه ام بي 3 اقرا القصه ها نبدا اختصار عن سيدنا ادم ابو البشر خلقه الله بيده واسجد له الملائكه وعلمه الاسماء وهكذا هنا سيرته هكذا بشكل مختصر هكذا هكذا نعود الى الخلف شيت عليه السلام اقرا قصه هكذا هنا إدريس عليه السلام هكذا حتى آخر الأنبياء هنا نأخذ الترتيب الزمني آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة هكذا أربعون عاما قبل النبوة هكذا ندخل لها قبل أن يصبح نبيا أو رسولا هكذا عدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيد العباد صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين مجموعة من الأمور التي تخص الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا هذا هو الترتيب الزمني هنا الترتيب الأبجدي إبراهيم إدريس آدم إسحاق وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل هنا معجزات الأنبياء معجزة سيدنا آدم معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ندخل إليها نقرأ القصة هكذا هذه مجموعة من المعجزات تطبيق مختصر جميل، للإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.